لو كل مرة بتبدأ تنشيف عشان توصل من الشكل ده للشكل ده الموضوع بيبوظ منك، فالفيديو ده ليك انت. صدقني بعد ما تخلص الفيديو ده هيكون معاك الخلاصة. يلا بينا نبدأ. ازيكم يا جماعه، معاكم عبد الرحمن من ايفولف. فيديو جديد وهتكلم على شويه حاجات مهمه جدا، متاكد ان انت ما سمعتهاش قبل كده. فقبل ما نبدا سيب لايك عشان متاكد ان الفيديو ده هيفرق معاك جدا. فكره ان انت كل مره تحاول تنشف تلاقي الدنيا بتبوظ منك ومش عارف تكمل، دي مشكله ناس كتير، فما تقلقش انت مش لوحدك. بس السؤال هنا ازاي تخرج من الدوامه دي وتوصل لهدفك. ما تقلقش انا هنا عشان اقولك. اول سؤال لازم تسأله لنفسك، هو انا محتاج اخس كام كيلو؟ لانه خد بالك 5 كيلو يفرقوا عن 10 عن 15 عن 20. كل ما هيبقى طريقك اطول كل ما ده معناه ان الخطة اللي انت بتحطها لنفسك اهميتها بتزيد، ولازم يكون عندك فيها بعد نظر. بعد ما عرفت اجابة السؤال ده خلينا نقول ان انت عرفت انك محتاج تخس حوالي 15 كيلو. فكرة بقى انك تقول لنفسك انا ال 15 كيلو دول هخسهم شوط واحد وزي ما تيجي تيجي من غير ما يبقى عندك خطة تبقى عارف انت هتعمل ايه، هي حرفيا الوصفة اللي تخليك تفضل تلف حوالين نفسك وما توصلش لحاجة برضو تاني في الاخر. وفكرة برضو انك تقول لنفسك طب انا هبدأ دلوقتي اكل 1000 سعرة حرارية على مدار اليوم واعمل كارديو بحيث ان انا اخس اكبر كمية وزن في اقل مدة زمنية وانجز نفسي. انا عايز اقولك هو ده فعلا الموضوع ده هيشتغل وهتشوف نتيجة، وهتشوف نتيجة سريعة كمان. والله هتشوف نتيجة وهتخس والدنيا هتبقى زي الفل. بس السؤال هنا هتفضل تشوف نتيجة لحد امتى؟ هتلاقي نفسك يا باشا بالتدريج كده كل اسبوع عن الاسبوع اللي قبله بتخس اقل فاقل فاقل، وهتلاقي الطاقة عندك بقت اقل، مودك بقى زي الزفت، مش قادر ان انت تتمرن، على طول تعبان ومرهق، وحرفيا كل حاجة انت خايف منها ان هي تحصل في الدايت بدأت ان هي تحصل. وعشان انت اصلا بادي بألف سعرة حرارية، سعرات حرارية قليلة جدا، ونشاطك عالي قوي وبتعمل كمية كارديو كبيرة، لما متشوفش النتيجة اللي انت عايزها هتروح فين بعد كده؟ هتقلل ايه اكتر من 1000 سعرة؟ هتزود ايه اكتر من الكارديو اللي انت بتعمله؟ فهتحس ان انت من الاخر كده اتحشرت في الدايت. فدلوقتي بعد ما تلاقي نفسك خسيت 6-7 كيلو تبص تلاقي ان انت لسه فاضلك نص الطريق اللي انت المفروض تمشيه او اكتر كمان، والفكرة هنا ان انت اصلا اوريدي تعبان طهقان زهقان متضايق، تلاقي نفسك جعان على طول وزهقت وانت لسه قصادك نص المشوار. وهنا خلينا اسألك سؤال مهم، هو انت يا ابني في حد بيجري وراك؟ قولي في حد بيجري وراك. طب وايه العمل يا عم عبد الرحمن؟ هقولك ما تقلقش، والاجابة هي هنا الصراحة. لازم تكون عارف ولازم تكون صريح مع نفسك وعارف انت اخرك فين. لما تلاقي ان انت الطريق بتاع اللسعان من الدايت بدأ ان هو يقرب عليك لازم يبقى عندك القدرة ان انت تشوفه من بعيد كده. فيسيدي بدل ما تحط ال 15 كيلو كده قدامك وتقول انا هخسهم على طول، تعال نقسمهم، تعال نعمل 3 مستويات، ليفل 1 ليفل 2 وليفل 3. اول ليفل هتخس فيهم 5 كيلو، تاني ليفل هتخس فيهم 5 كيلو، تالت ليفل هتخس فيهم 5 كيلو. فبعد ما تخلص الثلاثة ليفلز انت خسيت ال 15 كيلو بتوعك. بكل بساطة انت هتعمل عجز في السعرات انت شخصيا تقدر تستحمله، واللي هو يخليك تخس حوالي ما بين 0.5% لحد 0.7% من اجمالي وزنك على مدار الاسبوع. فلو سعرات ثباتك حوالي 2300 سعرة حرارية، ان انت تاكل ما بين 1700-1800 سعرة هيكون زي الفل. خلينا نقول ان انت بالريت ده اول 5 كيلو في ليفل 1 هتخسهم على مدار 8 اسابيع. بعد ما الثمان اسابيع يخلصوا وتخلص ليفل 1 وتخس اول 5 كيلو هتحس احساس كده حلو، هتحس احساس ان انت انجزت حاجه، وهتحس ما بينك وما بين نفسك ان انت خلصت اول ليفل، فده نفسيا هيفرق معاك جدا. ليفل 1 انا عديته خسيت اول 5 كيلو، فالموضوع بالنسبه لك هيكون مبهج، غير لما تبقى ماشي كده سبهلله وتبص تلاقي ايه ده انا فاضل لي لسه 10 كيلو، ده انا يا دوبك خسيت 5 كيلو بس، تلاقي الموضوع فرق معاك جدا. واللي خلانا نسميهم ليفلز هو ان انت بعد اول ليفل هتعمل حاجه مهمه جدا، هتريح. والله هتريح. هتريح ازاي بقى؟ مش قصدي ان انت هنا تفتح على السابع وتنزل تاكل كل حاجه، ما انت قلت لي ريح بقى. لا يا باشا، اللي انت هتعمله ان انت هتاخد حاجه اسمها دايت بريك.
والدايت بريك ده ببساطة هو ان انت بترفع سعراتك الحرارية من عجز في السعرات لحد سعرات الثبات لفترة زمنية معينة، خلينا نقول بحد ادنى 7 ايام وممكن يبقى اسبوعين او 3 اسابيع كمان. وهنا هتفرق من كل واحد للتاني، لو انت هتاخد 7 ايام غيرك ممكن يحتاج اسبوعين، غيرك ممكن يحتاج 3 اسابيع. كل واحد فينا بالنسبة له الدايت هيأثر فيه بشكل مختلف، ممكن واحد يحس ان الدنيا تمام معاه، ممكن واحد يحس ان هو خلاص بدأ ان هو يلسع وعايز ان هو يريح اكتر من حد تاني. اللي انا عايز اقوله لك ان مفيش هنا صح وغلط، لو خدت اسبوع ده مش احسن من اسبوعين، ده مش احسن من 3. كل واحد فينا نشوف الدنيا بتاعته عايز يمشيها ازاي. والدايت بريك ده يا سيدي هيفيدك في حاجات كتير جدا. اول حاجة فيهم هو ان انت هتحس ان انت فقت، الكالوريز الزيادة اللي انت هتاخدها بجد هتفوقك وهتحس ان جسمك فاق كده وعضلاتك اتملك جلايكوجين. ولو كنت حاسس ان مستواك في التمرين مش احسن حاجة، ده هيجي يا باشا هيديك ريتشارج محترم. عارف انت في السباقات كده لما العربية تبقى بتلف في السباق ومرة واحدة تقف على جنب يحطوا لها بنزين ويغيروا لها الكاوتشات ويزبطوا الدنيا، هو ده بالظبط الغرض من الدايت بريك. الدايت بريك كمان هيخلي هرمونات الجوع عندك تقل، هيخليك تحس ان انت مش تعبان، هيخلي هرموناتك عامه تتظبط وتلاقي نفسك جاهز ان انت تخش للليفل اللي بعديه. اللي انا عايز اقوله لك بس ان انت ما تستغربش في فتره الدايت بريك دي ان انت تلاقي ميزانك عالي. ميزانك هيعلى لحاجتين، اول حاجه الجلايكوجين اللي هيتملي جوه العضلات بتاعتك بسبب الكارب الزياده، وتاني حاجه هو حاجه اسمها جاسترو انتستينال ويت. اللي انت بتقوله ده ببساطة يا شباب الاكل في جسمك بسبب ان انت بتاكل سعرات حرارية اكتر، ده برضو هيفرق. بس الوزن ده حاجة بس على الميزان، اول ما هترجع تاني في عجز سعرات حرارية هتلاقي الوزن ده على طول نزل. هتبدأ بقى في ليفل 2 علشان تخس ال5 كيلو الجايين، وانا عايز اقولك كل 5 كيلو هتخسهم هتلاقي شكلك بيتحسن فيهم احسن واسرع من ال5 كيلو اللي قبليه. وخلينا عشان نسهل الموضوع نقول ان ال5 كيلو التانيين دول خدوا منك 8 اسابيع زي اللي فاتوا. بعد ليفل 2 بعد الثمان اسابيع وبعد ال5 كيلو هنعمل ايه؟ برافو عليك، هناخد دايت بريك تاني، سواء بقى اسبوع 2 3، بس خد المدة الكافية اللي تخليك تحس ان انت جاهز علشان تخش على اخر مرحلة. وبعد الدايت بريك هترجع لاخر 5 كيلو، ودول بجد اكتر 5 كيلو هيفرقوا في شكل جسمك. وده يا شباب بسبب ان انت كل ما بتخس الوزن اللي انت بتخسه بيمثل نسبة مئوية اكبر من وزن جسمك، يعني النص كيلو في الاخر غير النص كيلو في الاول. فهتلاقي ان انت بجد كل ما تروح الجيم تلاقي ايه ده؟ ده عرق جديد، ايه ده؟ دي تفصيلة جديدة في الكتف، ايه ده؟ دي تفصيلة جديدة في الباي. فبجد اخر 5 كيلو دول هيفرقوا في شكلك جدا، وبالتالي هيكونوا تقريبا اصعب 5 كيلو هيعدوا عليك، فممكن ياخدوا منك شوية وقت اكتر سنة من اللي قبليهم. بس صدقني الموضوع يستاهل، فخليك مكمل، هي حوار ايه؟ مسألة صبر. وبس كده يا سيدي، انت دلوقتي واقف قصاد المراية خاسس 15 كيلو بالتمام والكمال، ما كنتش مصدق ان انت هيجي عليك اليوم اللي فعلا تخسه. وانا متفق معاك، الموضوع ممكن يكون خد منك مدة اكتر مما انت كنت متوقعها، بس الموضوع بجد يستاهل، لان الراحة اللي انت كنت بتاخدها ما بين كل مرحلة والتانية هي السبب اللي خلتك مش جعان 24 ساعة في اليوم وكل اللي انت بتفكر فيه هو الاكل، ما خلتكش على طول تعبان ومش قادر ان انت تتحرك، وما اثرتش كمان على مستواك في التمرين. ده بالعكس، انت هتلاقي نفسك زاد كتلة عضلية لان انت على طول عندك الطاقة ان انت تتمرن. ولو حتى حسيت ان انت كان بيجي عليك فترات كده ان انت مش قد كده، يجي الدايت بريك يا باشا ويقوم لحقك ويديك الانرجي او الزقة الزيادة اللي انت كنت محتاجها. هرموناتك في مكان كويس، علاقتك مع الاكل مظبوطة لان انت ما كنتش عامل عجز كبير قوي، فما كنتش حارم نفسك من الاكل اللي انت بتحبه. وطبعا لو انت ايفولفاوي هتبقى عارف ازاي تدخل الاكل اللي انت بتحبه في الدايت، وبسبب الحاجات دي انت هتقدر تحافظ على النتيجة اللي انت وصلت لها، لان انت وصلت لها بطريقة انت شخصيا كان عندك القدرة ان انت تستحملها، خدت وقتك وكنت بتريح وعملت الموضوع بشكل ذكي وبشكل استراتيجي، فهتلاقي نفسك الموضوع بالنسبة لك زي الفل. انت وصلت النتيجة، قادر ان انت تحافظ عليها وتقدر ان انت تنسى ايام ما كنت بتخس شوية وترجع الوزن اللي انت خسيته وتفضل في الدوامة دي كتير. فالوقت اللي انت استثمرته في الرحلة بتاعتك دي بجد الموضوع هتلاقيه فرق معاك، وهتحس قد ايه ان الموضوع يستاهل. وبس كده يا سيدي، مش قلتلك على اخر الفيديو هتلاقي الحل للموضوع؟ لو الفيديو ده بقى عجبك واستفدت منه ولسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي،
فكل عليك تعمله هو ان انت تدوس على زر اللايك. صدقني والله الموضوع ده بيفرق معانا. ولو انت اول مره تشوف الفيديوهات بتاعتنا فما عليك غير ان انت تدوس على سبسكرايب وتدوس على جرس النوتيفيكيشنز علشان يجي لك كل فيديوهاتنا الجديده. ولو انت عايز تتعلم اكتر عن التنشيف وعن ازاي تمشي على الموضوع ده وازاي تحسب الكالوريز والماكروز بتاعتك والدايت بريك بيتعمل ازاي والريفيدز بتتعمل امتى وعايز تتمرن بشكل كويس ياكد لك ان انت بتزيد كتله عضليه، تتمرن بثلاث اساليب مختلفه بالفيديوهات بالمجاميع بكل حاجه، تقدر تخش على الموقع بتاعنا وتخش على كورس تنشيف من الاخر. او لو انت عايز تتابع معانا اونلاين تقدر برضو ان انت تخش على موقعنا. من الاخر كده كل اللينكات والحاجات الحلوه دي هتلاقيها موجوده تحت في الديسكريبشن. وبس كده يا سيدي، ده هيكون الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكون استفدت منه. هقول لك تاني دوس على اللايك لو انت ما دوستش عليه من اول مره انا قلت لك عليه ولا من تاني مره. ولو انت عجبك الفيديو ده اكتب تحت في الكومنت، سيب لنا كومنت حلو واكتب لنا برضو عايز تشوف مننا ايه تاني. بس كده شباب، كان معاكم عبد الرحمن من ايفولف، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.